معايا عبر الهاتف الآن الكابتن محمد ثابت صاروخ، المدرب العام لنادي زد. يا كابتن مشرف ومنور. الله يخليك يا كريم، وطبعا شكرا جدا على المقدمة الجميلة ديت، ويا رب تبقى ان شاء الله. ده انا كمان قلت المقدمة دي من قلبي جدا، عشان مقدر جدا حجم المجهود العظيم اللي انتوا بتعملوه. بعرف من الكواليس انتوا بتعملوا مجهود عبقري يعني. الله يكرمك يا كريم. انا بس عايز ابدا بحاجه انت نهيت بيها. فضل. هي تكوين الفرقه. صح. دي حاجه مهمه جدا يا كريم. 100%. حاجه صعبه جدا. صح. يبقى انت معاك برضو زي ما انت قلت يا كريم، انت ما جبتش برضو معاك نجوم طبعا، اسماء كويسه محترمه برضو، بس ناس يعني مثلا علي لطفي ما كانش بيلعب في النادي الاهلي كتير. صح. شادي ما كانش بيلعب كتير. صح. يعني عندك اثنين لعيبه بس هم كانوا بيشاركوا بصفه استمراريه كتير، اللي هو كان زيكو والعيش. صح. عبد الله ما كانش بيلعب، محمود صابر ما كانش بيلعب، ميسي برضو بيلعب على فترات. وبعدين الميزه برضو ان الحمد لله احنا المستوى الاعمار عندك صغير. صح. عندك 24 25 سنه ما فيش طبعا، يعني الوحيد اللي ممكن يبقى خبرات محمد سمير او علي لطفي، هم بس الاثنين اللي هم معادين 30. تكوين الفرقه بيبقى صعب جدا، والاختيار احنا كمان ما بتختارش كمان كره كريم. انت بتختار العيب بره الكوره قبل الكوره. مظبوط. ان دوت هيريحك جدا في شغلك. اللعيب الملتزم، اللعيب الملتزم جدا بره الكوره، اللعيب بيسمع كلامك، اللعيب عنده خبرات، اللعيب عندنا مثلا سبعة عندنا 24 سنه. عندنا 4 5 سنه منتخب اولمبي. فالحمد لله طبعا. لا وكمان انت محتاج بعد اذنك كابتن، انا اسف للمقاطعه، انت محتاج لعيبه كمان عندها شخصيه عشان تتحمل الضغوط. الناس هتقول دلوقتي ضغوط ايه، زيد مش فريق جماهيري يعتبر، بس ضغوط اللي انت كل شويه عمال تكسب وتحقق نجاحات، فانت عايز لعيب عنده نفسيه ثابته وعنده شخصيه قويه جدا. اكيد اكيد يا كريم، حتى دلوقتي بقت الفرق تلعبك مش نادي زيد صاعد، انت بتكسب مباريات وبتكسب ماتشات، فالناس احترمتك اكتر، فبتيجي تلعبك فبتعمل حسابك. صح. غير الاول بيبقى طمعان فيك عاوز 3 بونت منك، فدلوقتي لا، عامل حسابك. صح. فحته انك تيجي تعمل فرقه وتيجي تكون الفرقه دي فهي صعبه جدا، دي توفيق من ربنا سبحانه وتعالى يعني، وبشكر العيد عليه يعني. طيب. يا رب تبقى الاستمراريه موجوده معانا. طيب. ان شاء الله. سؤالي، عشان كنت لسه برضو بتكلم في النقطه دي قبل ما انت تخش على طول، فكره طموح زد رايح لحد فين؟ يعني طموحكم اول الموسم، خطتكم اول الموسم، اهدافكم اول الموسم، ودلوقتي بعد النتائج الرائعه دي طموحكم بقى ايه؟ اتغير ولا هو هو؟ لا اكيد طبعا، انت من ماتش بتغير. المكسب زي ما بقول بيجيب مكسب. مجلس الاداره معاك في ظهرك بيساندك. طبعا انت كنت في الاول انت عايز تقعد في الدوري بشكل كويس، بس هو الناس واضحه من اول يوم معانا عايزين نعمل فرقه كويسه وننافس ويخلينا شكل حلو. فطبعا الطموح دلوقتي بقى يكبر مع كل مره، الطموح بيكبر معاك والناس بتصدق لا انت كده ممكن تعمل حاجه، وده اللي كابتن مجدي بيقول للعيبه، انت لازم تصدق نفسك انك لعيب كويس وفي نادي محترم ونادي كبير وكيان وعايز يبقى ليه اسم. فالحمد لله ده دوت اللي احنا ماشيين فيه، وربنا كريم ان شاء الله. طيب.